لن أوافق عليه. حتى لو تزوجته يا ملك سأبقى غاضبة عليك طوال حياتي. أمي أرجوك، ترفضين ابن بهاء شكري من أجل شخص صعلوك؟ أم حسان افعل ما شئت يا أحمد، ولكن زواجا كهذا لن يتم. لن أضع مستقبل ابنتي في يد المجهول. ماذا سيقدم لها؟ راتبة؟ بل راتبك أنت، لأنه سيعتمد عليك بعد التخرج. من واجبي أن أعمل إن كنت قادرة. مع هاني لن تحتاجي إلى العمل. أنا لا أطلب منك الزواج من أي إنسان، أنا أطلب لك الزواج من رجل يحبك وليس فيه ما يعيب. ياسر ليس فيه ما يعيب يا أمي، إن فيه كل العيب، الفقر، الفقر الذي يخرب البيوت. كنا فقراء أيضا يا نجاح عندما بدأنا حياتنا، ولا أظنك تنسين تلك الأيام. أنا لا أريد لابنتي أن تعيشها يا أحمد. نحن لن نعيش حياة الفقر، لدينا بيت نسكنه ووظيفة تغنينا عن الحاجة، لا نريد أكثر من ذلك. ولماذا؟ لماذا تقضين نصف عمرك وأنت تصارعين الحياة لتضمني مستقبلك؟ لماذا لا تبدأين الحياة السعيدة الآن ومع شاب غني؟ لماذا لا تبدأين الحياة السعيدة الآن يا ملك؟ أنا أبدأها يا أمي، أبدأ بالحياة السعيدة. مع من؟ مع هذا الياسر؟ أجل يا أمي، مع ياسر. أنت؟ أنت معهما أيضا؟ أنا مع الصواب يا أمي، إن ياسر شاب ومكافح، والمأساة التي فجع بها لم تقعده عن السعي، على العكس كانت له حافزا ليقهر الحياة الصعبة، وما إعالته لشقيقته إلا دلالة على نبله وإخلاصه. شاب كهذا لن تضام أختي عنده، وفوق هذا فهو مخلص في حبه ونبله الشديد. أحسنت تربيته والله يا أم حسان، إنهما متفاهمان، متفاهمان يا نجاح، متفاهمان، والتفاهم هو أساس البيت السعيد. ماذا نريد لأبنائنا أكثر من هذا؟ لن أقتنع، لن أقتنع أن ياسر هو الزوج المناسب لملك، إنه ليس أفضل من هاني. لم نقل إنه الأفضل، ولكن ملك تريده هو وليس هاني. غدا تندمين يا ملك، تندمين، وعندها تذكري كل كلمة قلتها لك. أهلا بها. أهلا أهلا، أي ريح طيبة أرسلتك إلينا؟ بل قل أي إعصار قذفني إليك. خيرا إن شاء الله. هل تمانع في أن تأتي الآنسة ملك؟ يا ملك تعال. نعم يا أبي. أخبريني يا ملك، ما الذي لا يعجبك في ولد هاني؟ هاني شاب ممتاز من جميع الوجوه. لماذا رفضت عرضه بالزواج إذن؟ أبي شرح لك الأمر، وأنا بدوري شرحته لهاني، وإذا أردت أن أعيده للمرة الثالثة فعلت. ألا يهمكما أمره؟ ألا يهمكما ألا يصاب ولدي بمكروه؟ لا سمح الله يا رجل. إذن ملك أنا لا تقل شيئا يا أبي أرجوك. أنا طبعا يهمني ألا يصاب هاني بأذى وأن يكون دائما بخير، ولكن زواجي منه في حكم المستحيل. لن أخسر ياسر لأكسب هاني. هذا ما ألقاه منك يا أحمد بعد هذا العمر الطويل؟ أن تخذلني وأنا في أمس الحاجة إليك؟ أنا الذي جعلتك على ما أنت عليه بذراعي هذه؟ ماذا كنت لو لم أنتشلك من الحياة البائسة التي كنت تعيشها؟ فعلت ذلك لتقابل الإحسان بالإساءة؟
اسمع يا ولد، إذا فكرت بملك ثانية فلست ولدي ولست أباك. ماذا حدث يا أبي؟ هل سمعتني؟ لست ولدي ولست أباك. إياك أن يومض الحزن في عينيك، إياك أن أرى القلق في وجهك. أنت ابن بهاء شكري، وبهاء شكري لا يستعطي أحدا. الآن أنا ما عدت أريد ملك، لا هي ولا أباها، سأطرده من الشركة. تطرد أبو حسان؟ على أحدنا أن يترك الشركة للآخر وهو من سيتركها. لا لا يا أبي، لن يصل الأمر إلى هذا الحد. أنا لن أفكر بملك، سأنزعها من قلبي ومن رأسي أيضا. أرجوك يا أبي لا تسئ لي أبو حسان، أبو حسان غير مسؤول عما يحدث، ولا حتى ملك مسؤولة. لن يصل الأمر إلى هذا الحد، أرجوك يا أبي. أنا نسيت ملك، نسيتها تماما. تقول ذلك خوفا على أبو حسان؟ لا يا أبي، أقول ذلك لأنها هي لا تريدني، وأنا أيضا لن أفرض نفسي عليها. يجب أن أكون ابن بهاء شكري. لن يكون هناك أي حزن في وجهك، صدقني يا أبي، أعدك بذلك. أبي صدقه يا أبي. أبي كيف سمحت له أن يتحدث إليك بتلك الطريقة؟ بهاء رجل طيب، أنا أعرفه جيدا، ولكنه سريع الانفعال، وغضبه من النوع الذي يجب على الإنسان أن يتحاشاه كي لا يتصاعد. على كل حال سيهدأ وسيعود إلى صوابه، وعندها يعرف أن ما حدث كان يجب أن لا يحدث. ولكن الذي يقلقني هو أمر هاني، إنه فعلا مرهف الحس، وصدمة كهذه يمكن أن تؤذي. أبي هل أسأت التصرف بحديثي مع أبي؟ كنت قاسية معه، ولكنك أيضا كنت تدافعين عن حياتك ومستقبلك. المهم أن تمر هذه الأزمة على هاني بخير. يسير؟ نعم. أنت لا تفهم ولا يمكن أن تفهم. كان عليك أن تذهب قبل يومين إلى الجمارك لتخليص البضاعة. البضائع المماثلة ملأت السوق الآن، وكل تأخير يجعل سعرها يهبط. هل تدرك معنى هذا يا تيسير؟ لا أظنك تدرك أبدا. اسمح لي. هيا انصرف من وجهي. هذا هو موظفك النشيط يا أحمد، وعلينا نحن أن نتحمل الخسارة. هو يتكاسل ونحن نخسر. أرى الامتعاض يملأ وجهك. ليس من أجل تيسير يا بهاء، بل بسبب ما فعلته أمس. أمس كنت في وضع سيء وكان عليك أن تحتملني. أحتملك وأنت تهينني أمام ابنتي؟ ليست إهانة يا رجل، اعتبر ما حدث بدافع الخوف على ولدي. المهم أن هاني بخير الآن، وقد نسي أمر ملك. هذا كل ما يهمني. هذا شيء كان يجب عليك أن تتوقعه يا بهاء. لو رأيت حالته وقتها لكنت قاسيا أكثر مني. على كل حال أنا أعتذر إن كنت قد ألمتك. أنا آسف فعلا. حسن، لنبحث الآن في شؤون العمل. قائمة المصاريف. أين كنت؟ وماذا تحمل في يدك؟ إنها زجاجة عطر. هل تركت العمل مع أبيك؟ لم أعد أراك في الشركة. سأكون هناك دائما إن شاء الله يا أبي. طبعا أريدك أن تكون هناك دائما هاني. الشركة ستكون يوما ما من نصيبك، لذلك يجب أن تكون مطلعا على الأمور فيها. طبعا يا أبي كما تريد.
أما زلت متضايقا؟ بسبب ملك؟ لا طبعا، ملك لم تعد تهمني من قريب أو بعيد. كنت أعرف أنك قوي الإرادة ولن يغلبك شعور بالضعف. تعال اجلس. غدا خطبتهما؟ الخطبة وعقد القران. عقد قران أيضا؟ وستتزوجان خلال أسبوع على الأكثر. لتشبع به بدت أحتقر تلك الفتاة. لا تهتم يا هاني، غدا عندما سيأكلها الندم لن تجد على وجوهنا إلا ابتسامات السخرية. أبي، هل ستحضر حفل الخطوبة؟ ما رأيك أنت؟ يجب أن تحضرها طبعا، وأنا أيضا لا مانع عندي من حضورها. أنت لا، هل يحب الإنسان أن يرى من يحتقره؟ معك حق. هاني، ما رأيك لو نتعشى خارج البيت هذه الليلة؟ أوافق طبعا. إذا هيا غير ثيابك، أريدك أن تلبس أفضل ما لديك، وكذلك نورة. هيا. خير. صباح الخير. اهلا هاني. كيف حالك يا عمي ابو حسان؟ كيف حالك انت؟ الحمد لله. هل من عمل اقوم به يا ابي؟ خمس دقائق فقط واتفرغ لك. الا نتابع؟ هيا. هاني، أين هاني؟ بهبك، هاني خرج منذ ساعة. نعم. بهبك، أريد أن أسر لك بأمر خطير. أقول لك ذلك لأنني ما زلت أعتبر ولدك هاني شاباً يافعاً لم تعركه الحياة بعد. أعني أنه من السهل أن يخدع، وخاصة من فتاة. قل ما تريد بسرعة. ولدك هاني يفكر بالزواج من السكرتيرة سمر. ماذا تقول؟ لست أنا، إنه ولدك. لقد سمعته يقول لها ذلك. هاني وسمر؟ سمر يا بهابيك، سمر. نعم. أيسير، إذا كنت تكذب فستلقى مني ما لا تحب. ولماذا أكذب عليك يا بهابيك؟ أنا فقط سمعت ما قلته لك ورأيت أن أطلعك على الأمر، لأن هاني شاب بريء لا يعرف أبعاد ما تخطط له هذه الفتاة. سمر، تعالي إلى هنا فورا. أرجوك يا بهابيك، لا تقل لها إنني أخبرتك. أمر بهاء بك. سمر، أنت موظفة نشيطة وسلوكك حتى الآن لا شائبة عليه، وأنا أفكر جديا بزيادة راتبك. شكرا بهاء بك،
ولكن على أن تكوني صريحة معي بلا لف أو دوران. ماذا بينك وبين ولدي هاني؟ ماذا تقصد يا بهاء بيك؟ قلت بلا لف ولا دوران. لا شيء بيننا. ألم تتفقا على الزواج؟ تيسير رجل كذاب. تيسير لا مصلحة له بالكذب، لقد رأى وسمع ما دار بينكما. الحب. الحب عبارة رنانة. الحب يصبح خطأ كبيرا إذا كان غير متكافئ. أين التكافؤ بينك وبين ولدي؟ الحب لا يعرف هذه الاعتبارات ولا يقيم وزنا لها. عبارة رنانة أخرى. هاني ولدي الوحيد، ولم أدخره لأزوجه من فتاة مثلك. ضعي هذا نصب عينيك. أنا لم أجبره على طلب الزواج مني، هو قالها بلسانه. قالها نعم، ولكن ألا تريدين أن تعرف الظروف التي جعلته يقولها؟ لا أريد أن أعرف شيئا. هاني كان يحب فتاة من مستواه وكان يريد الزواج منها، لكن الأمر لسبب ما لم يتم. لهذا كانت ردة فعله أن يفاتحك أنت بالزواج. هاني يحبني يا بهاء بيك، وأنا أيضا. اخرجي من مكتبي، ولكن ليس إلى طاولتك بل إلى الشارع. أنت مطرودة، إياك أن تفكري بمقابلة هاني. أنت تعرفين ما يحدث لك لو فكرت بذلك. تفضلي. أهلا وسهلا. شكرا. أهلا أمي. تفضل. يا ساتر يا إلهي، ألا تعرف أمك الابتسام أبدا؟ يجب أن تدربها على ذلك. أنا؟ الخلاف أزلي بين الصهر والحمام، وعلى الصهر أن يبادر في الصلح. وأي خصام بيننا؟ بالعكس، أنا أحبها حبا شديدا. أنا أحبها حبا شديدا. بهذا أنت غير صادق يا عزيزي. يعني سأحبها حتما، سأحبها، ولكن سمحها الله هي لا تساعدني على تخطي الحواجز فيما بيننا. يا ياسر، يجب أن تدربها على ذلك. يجب عليك أن تبدأ أولا. حسن، مع أن مزاجي متعكر، ولكن لا مانع. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أم حسان، يا امرأة عمي الفاضلة. نعم، ماذا هناك؟ أريدك في كلمتين. أم حسان، حلمت الليلة أنك لا تحبينني، وأنك لا تتمنينني زوجا لابنتك ملك، لأنني مجرد موظف بسيط، لا مال ولا جاه. هل هذا صحيح؟ وحلمت بنفس الليلة يا أم حسان بأنك تحبينني حبا جما، ولكنك تتمنين شابا غيري زوجا لابنتك كي يؤمن لها مستقبلا أفضل وحياة أسعد. أم حسان، يا امرأة عمي الفاضلة، إذا كانت أحلامي لا تعبر عن رغبتك فإني أعلنها صريحة، أنسحب من حياة ابنتك، لأنني بصراحة لا أريد أن أسبب لها أي إزعاج. هل ستحبينني أم لا؟ اسمعيني جيدا يا أم حسان، أنت تحبين ملك وأنا أحب ملك، إذن يجب أن تحبيني، وأنا أحيي ملك وأنت تحيين ملك، إذن يجب أن تحييني. اسمعيني جيدا يا أم حسان،
اسمعيني، إذا لم تحبي زوجها فستنغصين علي وعليها وعلى نفسك أيضا. هل يرضيك هذا؟ ها، ما رأيك؟ رأيي؟ رأيي بماذا؟ أن تحبينني وننتهي. لا فائدة، لا فائدة. كأنك على غير ما يرام. أنا أشعر بصداع شديد. هل تناولت الدواء؟ تعرف يا أبي أني لا أحب الدواء، إنه صداع يأتي ويذهب. تعال اجلس يا هاني. هاني، أجبني بصراحة، هل زواج ملك هو سبب حالتك هذه؟ ملك؟ لا يا أبي طبعا، ملك رحلت عن قلبي إلى الأبد. وقلبك الآن خال أم دخلت إليه فتاة أخرى؟ لماذا لم تقل لي إنك معجب بالسكرتيرة سمر؟ أنا؟ لا داعي للإنكار، لقد تحدثت إلي اليوم بكل شيء. سمر؟ هل طلبت منها إخفاء الأمر عني؟ أنا؟ لا. هاني، أتريد الزواج منها فعلا؟ لا أدري، لم أعد أعرف شيئا. أتعتقد أن فتاة كسمر تناسبك؟ قلت لا أعرف، لا أعرف. ولكني أنا أعرف، أعرف أنك ما أحببتها إلا لأن ملك فضلت عليك ذلك الآخر. لا لا، غير صحيح. أنا أبوك يا هاني ولست غريبا. أبدأ حركتك أبدا، أضع الطعام ثم لا تتناولين منه لقمة واحدة. أي سوء لحق بك؟ بالله عليك أخبريني ما الذي حدث. بهاء شكري طردني من العمل. ماذا؟ لكنه سيدفع الثمن غاليا. أصبحت بلا عمل الآن؟ سأعود إلى الشركة رغماً عن أنفي. هاني لن يطيق فراقي، سيقنعه بإعادتي حتماً. وماذا لو لم يفعل؟ سيفعل يا أمي، سيفعل. هاني يحبني، لقد طلب أن نتزوج. وأبوه طردك لهذا السبب؟ أجل، ابتعدي عن طريق بهاء شكري يا ابنتي، لن ينالك منه إلا الأذى. بيدي ورقة رابحة يا أمي، حب ولده الوحيد لي. عناد الأب من أجل ولده الوحيد لن يستمر طويلا. هذه المرة سأكون صبورة. أي شر أوقعت نفسك به؟ شر؟ أهو شر أن أتزوج ممن أحب؟ أهو شر أن تحصل فتاة فقيرة على شاب غني؟ أفيقي من أحلامك يا سمر، بهاء شكري لن يدعك تتزوجين ولده. طيب، وإذا كان هاني يريدني؟ هاني ما زال صغيرا ولن يفرض رغبته على أبي. طيب، سترين. ولكن لماذا أقفل السماعة في وجهي؟
أهلا هاني، اجلس لحظات وانتهي. ثوب جميل، كنت أتمنى أن أرتديه في يوم زواجك. أظن أنك لن تريني متزوجا. لماذا تقول ذلك؟ لا أدري، الزواج ليس فكرة صائبة دائما، إنها مسؤولية لنورة، وأنا أنا ما زلت صغيرا على تحملها. ولكنك فكرت بالزواج. لا، من ملك، ملك أمر آخر. أما زالت تعيش في أعماقك؟ أحيانا أشعر أنها تتسرب من صدري وتنطلق بعيدا بحيث لا أعود أراها، وأحيانا أجدها أمامي بين عيني، لكنها لا تمهرني لحظة، إذ أنها بسرعة تتسرب إلى هنا. على كل حال، هو يومها الأخير، عقد قرانها سيمزقها في صدري وقلبي إلى أشلاء، عندها لن تري وجهي إلا ضاحكا. هاني، لماذا لا تذهب إلى أي مكان تشعر فيه بالراحة؟ أعني بدل بقائك في البيت وحدك. لا 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 يا نور، لا، بقائي في البيت أرحم من خروجي. أتمنى لك سهرة ممتعة. اليوم الخميس، أتهيأ لحضور عقد قران ملك على ياسر. منذ لحظات خرج هاني من غرفتي. ملك ما زالت تسيطر على عقله وقلبه. قد اعترف لي بذلك. ولكن الغرابة تكمن في أنه ينتقل بسرعة من حالة إلى حالة. عيناه تقولان غير ما ينطق به لسانه. أخشى أن يكون ذلك بداية انفصام في شخصيته. يجب أن نخرجه من حالته بشتى السبل. يجب أن نتعاون أنا وأبي في ذلك. أبي الذي يظن أن هاني أبعد ملك عن تفكيره. غدا أسر لأبي بكل شيء. نورة، ماما انظري كم هو جميل. من أين أتيت به؟ استعرته من عند جارتنا ملك. هل أنت مصممة على حضور الحفلة؟ أنا مدعوة رسميا. ولكن بهاء شكري. بهاء مدعو مثلي. وهاني هل سيكون موجودا؟ بالتأكيد يا أمي، بالتأكيد. يجب أن يثبت لملك أنه غير مهتم لزواجها، وأنا سأكون إلى جانبه حتى يشعر أنه قوي. وتتحدين بهاء شكري؟ ستخسرين يا ابنتي، خسرت وظيفتك وستخسرين ماء وجهك. ماما، بهاء لن يكون في الحفلة كما هو في الشركة. سأستغل هذا في التودد إليه وسأعتذر منه، ولا أعتقد أنه سيرفض اعتذار فتاة مسكينة في ليلة زفاف ابنة شريكه. كيف تفكرين يا ابنتي؟ ماما، ماما لا تشغلي بالك بي، أنا أعرف كيف أتدبر أموري. خطأ، كل ما تفعلينه خطأ، لن تجني إلا الفشل يا ابنتي.
الفشل؟ تعرفين لماذا؟ لأن الطريق الذي تسلكينه خاطئ. ألن تغير رأيك وتذهب معنا؟ وكيف أذهب وقد أصبحت أحتقر تلك الفتاة؟ أبداً لن أطيق النظر إلى وجهها. وأنا أيضاً لست متحمساً للذهاب، ولكنه الواجب. طبعاً 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 يا أبي. أخشى إن لم أحضر الحفلة أن يظن أبو حسان أنني ما زلت غاضباً، وأننا ما زلنا راغبين في ابنته. أرجو أن لا تتأخروا كثيراً لأنني أرغب في السهر خارجاً. أين؟ في أي مكان. إذن إياك أن تكون نائماً عندما نعود. إذا تأخرتما كثيراً يا أبي فالذنب ليس ذنبي. هل يعقل أن تنام؟ سأخرج قليلاً إن تركت لي السيارة. تعرف رأيي في هذا الموضوع يا أبي، تخشى دائماً على السيارة. أنت تعرف أنني أخشى عليك أنت. لا تخف، سأسوق بمنتهى الهدوء. عندما ستسوق يجب أن أكون معك. لا بأس، لا أريد السيارة. من دون غضب. من دون غضب. عندما تعودان سأسوق في الذهاب والإياب. هذه أوافق عليها. هيا يا نورة، لقد تأخرنا. شكرا. اهلا اهلا. شكرا. تفضلي. ولماذا لا أحضر الحفل أنا الآخر؟ على الأقل تدرك أني غير آديه لزواجها. أي أحمق أنا. أهلا أهلا بك. أهلا مبروك. أهلا مبروك. أهلا أهلا.
تأخرت كعادتك يا تيسير. بها بك، بها بك. ماذا هناك؟ لما تحملق فيه هكذا؟ ما هنالك يا تيسير؟ هاني بك ولدي؟ ما بك؟ لقد صدمته سيارة. هاني ابني؟ أجل، إنه ملقى في الشارع.